أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل أكثر من 500 شهادة في دقيقة واحدة فقط. طبعا راح تتم هذه العملية من خلال استخدام برنامج أكسل مع برنامج وورد. برنامج أكسل راح يتم بعمل بيانات الشهادات، وبرنامج وورد راح يتم بعمل قالب الشهادة. إذا نجي على برنامج أكسل نشاهد أنه مجموعة من الأسماء اللي راح يتم عمل الشهادات إلها من خلال هذه المحاضرة. وإذا نجي إلى برنامج وورد، هذا هو القالب، راح نجي نجري عليه بعض التنسيقات. مثلاً راح نعطي حجم خط 26، وراح نضع إطار من خلال قائمة تصميم، ومن ثم حدود الصفحة راح نختار الإطار المناسب، وطبعاً راح نختار اللون الأزرق مثلاً، ومن ثم موافق. طيب الآن راح نضع مساحة بهذه الطريقة، طبعاً راح نغير الفونت نوع الخط، وطبعاً راح نقلل من ارتفاع الأسطر من خلال راح نختار مثلاً 1 بهذه الطريقة، وطبعاً بهذا الشكل الشهادة تقريباً ممتازة. طيب الآن بهذا السطر راح يكون الاسم، طبعاً راح نختار بولد، يعني راح نختار نوع خط بولد بهذا الشكل، ولا بأس طبعاً نكبر الحجم، ممكن يكون بهذه الطريقة. الآن راح نجي نمسح هذا الاسم، طبعاً نمسحه من خلال الباك سبيس، خلال الزر باك سبيس. الآن ملاحظة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها، لابد أنه ملف الأكسل اللي بيه بيانات الطلبة لابد أنه يكون مغلق، ضروري جدا أنه الملف يكون مغلق. بعدها نذهب إلى قائمة مراسلات، ومن ثم تحديد المستلمين، ومن ثم نختار استخدام قائمة موجودة. راح تنفتح لنا هذه النافذة، راح نختار ملف الأكسل اللي تم وضع بيه بيانات الطلبة، طبعا اللي احنا وضعناه بيه سطح المكتب، اللي هو اسمه أسماء الطلبة. راح تظهر لنا هذه النافذة، يبين لنا انه الأوراق اللي موجود بها الأسماء تم وضع الأسماء بالورقة رقم 1، ونضغط على موافق. الآن راح نضيف الاسم إلى القالب من خلال قائمة مراسلات، ومن ثم إدراج حقل دمج، ومن ثم نختار الاسم بهذه الطريقة، ومن ثم طبعا معاينة النتائج. مثل ما نلاحظ انه راح يتم وضع الأسماء وربطها مع القالب. طيب الآن حتى نعمل الشهادات لكل الأسماء الموضوعة بالملف الأكسل، كل ما علينا نذهب إلى قائمة مراسلات، ومن ثم إنهاء ودمج، ومن ثم نختار تحرير المستندات المفردة، ومن ثم موافق. طبعا ننتظر قليلا لأن عدد الشهادات كلش كبير، وبعدها راح البرنامج يصدر لنا شهادة لكل متدرب. طبعا مثل ما نلاحظ انه تم انتاج جميع الشهادات لكل اسماء الطلبة بملف واحد ومن خلال ثواني معدودة. اذا نجي نضغط على الصفحة 1 اللي بالاسفل بهذه الطريقة، راح نستعرض جميع الصفحات او جميع الشهادات. طبعا بامكاننا نستعرض اي شهادة، وطبعا نطبعها بشكل مباشر من خلال الطابعة، او نصدرها على شكل PDF ونرسلها الكترونيا. طبعا عملية التصدير هي كل ما علينا انه نضغط على المفتاح F12 من الكيبورد، وطبعا نختار مكان الحفظ مثلا سطح المكتب، ومن ثم بالامتداد نختار PDF، ومن ثم حفظ. راح البرنامج يصدر لنا كل هذه الشهادات على شكل ملف PDF.